السلام عليكم يا جماعة. طبعا احنا كنا عملنا حلقة صغيرة كده بس شرحنا فيها الأمر من يوم الثورة لغاية ما وصلنا لما هو أسوأ ما قبل الثورة حتى الآن، بسبب إن احنا تاركين الأمور حتى الآن. مش هقول بقى كيانات ولا هقول أشخاص، لا، أنا كل اللي هقوله لكم إن هي عصابة، وكل اللي هقوله إن هي مافيا يهودية موجودة لغاية النهاردة بتدار في مصر من خلال المجلس العسكري. اول حاجه لازم نبقى عارفينها كويس ان احنا بكره في جمعه احنا خارجين عشان العزل السياسي، ولكن احنا مش بنتكلم في موضوع العزل السياسي والله، ولا احنا برضو غاويين ان احنا نتكلم في كلام سياسه. الناس مفتقدات، احنا مشكلتنا فعلا ان احنا مستمرين في الشارع عشان خاطر الناس الغلابه وعشان خاطر المواطن. لكن انا نفسي الناس الغلابه تفهم حاجه، مش كل يا جماعه ما حد يسمع كلمه ان المجلس الشعبي دوت هو اللي هيحل ازمات البلد. البلد ما فيش فيها ازمات الا هي مفتعله، يعني موضوع الامن والفوضى والكلام ده كله هقول لكم يا ريت تفتكروا الكلام اللي قاله حسني مبارك، يا ريت تفتكروا ان بعض كيانات المجلس العسكري اللي النهارده بتتكلم بكل جبروت وتقول ان احنا ما خدناش شرعيتنا من الشارع، وتقول ان احنا اللي حمينا الثوره. كلمه انه حمى الثوره دي معناها انه كان يعمل اللي في صالح الشعب، لكن بيتهيألي ان الناس لازم تفهم ان كل اللي بيحصل مش في صالح الشعب لسبب واحد بس، عشان الناس لسه بتتكلم بمبدا ان الجيش والمجلس العسكري كيان واحد. لا، الجيش حاجه وناس محترمه وبنشيلها فوق دماغنا، لان اللي في الجيش دول اخواتنا واحنا كنا زيهم في الجيش. اما المجلس العسكري فده اصلا اتحط بالاوامر من امريكا، وكانوا لازم يحطوا الادوات اللي يقدروا من خلالها يكملوا المافيا بتاعتهم في البلد. حسني شخص اتركن، وعلى فكرة كلمة المحاكمة دي كلها مسرحية اللي انتوا شايفينها كلها، بدليل ان كل الناس بتوع امن الدولة رجعوا اماكنهم تاني اللي هو الامن الوطني، وشوية كمان كده قدام هتبصوا تلاقوا ايه زوار الليل تاني رجعوا، وشوية كمان كده قدام هتلاقوا اللي بيتعذب ويترمي في الشارع. بس الدور ده بقى هيبقى بيتعذب بالاشتراك ما بين مين ومين، ما بين الامن الوطني وما بين كيانات المجلس العسكري، لانه عارف ان كده كده الخطورة دخلت عليه، لان الناس بدات تتساءل هو ليه لغايه النهارده سايب البلد بتفك. اما بقيه الطيارات اللي موجوده في الدوله فبقول رساله واضحه وصريحه للبهوات بتوع الطيارات الاسلاميه وبالاخص الاخوان على فكره، ماشي، صبحي صالح مش هينفعكم يا اخوان ولا هينفعك يا مجلس عسكري. والكلام ده حصل مع الفريق في العشاء بتاع الساعه 7:30 لما اجتمعوا، وكان قاعد مع الدكتور ابراهيم زهران او الاجتماع بتاع الاحزاب، واتقالت الكلمة ديت. فياريت الناس تعقل الأمور، إن لم نستطع تشريع قانون هذه البلد بأيدينا، ماشي، فسوف نكون نحن أول من يقتل وأول من يذبح، مش علشان خاطر العسكريين، لا، علشان خاطر أمريكا وإسرائيل. هدفهم الأول والأخير إن مصر لا يمكن أن تدار بإدارة ديمقراطية، بل يجب أن تدار بإدارة ديكتاتورية عنترية، علشان تسييس الجهات اللي في الدولة اللي تم تسييسها في 30 سنة، ماشي، تستمر كما كانت. وعلى فكرة برضه عاوز أعرفكم حاجة، حسني مبارك هو عنصر من عناصر اللي تم، يعني كان في بعض أقاويل إنه كان بيتم تدريبه تحت إيد العميل المزدوج أشرف مروان، اللي لما حضر فرح ابنه جمال في شرم تم قتله بعديها بحوالي 15 يوم. لو دورتوا في الكلام ده يا جماعة هتلاقوا إن إحنا حتى المجلس اللي قدامنا ده تم تسييسه زي جميع جهات الدولة اللي تم تسييسها لصالح نظام فاسد، اللي احنا لو جبنا له ملك من السماء برضه هيبقى فاسد. لكن احنا مشكلتنا دلوقتي ان مش عايزين الناس تربط ما بين الاثنين، مش عاوزين الناس تقول كلمة طب دول لو مشيناهم مين؟ 85 مليون مليانين قيادات بنقول عليهم هنجيب منين؟ يعني عاجبكم عصام شرف اللي احنا كنا محترمينه جدا وبنقدره، واتضح في الاخر انه فعلا لا يصلح انه يدير بيته، مش هنقول انه يدير وزاره، لا، بيته هو من جوه. انا متاكد ان انا لو رحت يعني دعبست هلاقيه ما بيعرفش ينظم حياته، ما بيعرفش يشوف فلوس حاجه ولاده. احنا في كارثه، احنا في كارثه. لو الناس دي كانت احترمت نفسها وخدت قرار في يوم من الايام ما كناش وصلنا للوضع ده. لو الناس دي كانت محترمه كانت اول حاجه خدتها ان يجب عمل جمعيه تاسيسيه لعمل دستور يضمن الحقوق للمواطن ولاي مخلوق ايا كان هيمسك حكم البلد دي. لكن ما يحدث الآن في مصر
هو اهدار للمواطن، هو فقد الانتماء، هو اهدار لثروات البلد. يا جماعه ارجوكم ركزوا، النهارده كنا بأواضي الفساد، انا عارف ان هي كانت تخمه، ولكن ما خفي كان اعظم، في كوارث اكتر. ارجو ان الناس كلها، انا بديكوا رينج سريع لان في تفاصيل كتير، والتفاصيل برضو ديت هتبقى كبيره، لكن انا عايز الناس تركز في حاجات مهمه. رقم واحد، ان احنا نفكر في الاقتصاد، هنفكر في الاقتصاد، بس قبل ما نفكر فيه نفكر في الاليه لتنفيذه، نفكر في اللي عنده الجرأة ان ياخد القرار. انا لكي لا اطيل عليكم، انا هحاول ان انا اكمل معاكم حتى لو كل يومين، بس لازم انا اعرفكم على بعض مستندات وهوري لكم صورها ونتائجها، وانتوا بعد كده احكموا اذا كنا نخرج عشان نقدر نحكم البلد دي ولا ندفن نفسنا بالحياة احسن. شكرا.